اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هعمل معاكم طاجن مخبوز البيبي سبينتش او السبانخ الصغيره. بعد الفاصل نتكلم في الحدوته دي ونقول مقررنا، ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل. بصوا بقى، معانا ورق السبانخ، اوكي، معانا نوعين من الجبنه، معايا جبنه شيدر اصفر مبشوره ومعايا جبنه بيضة افضل انها تكون ملح خفيف، اوكي، ومعايا شويه زبده، معايا دقيق، ملح وفلفل طبعا، شويه شطه، جوز الطيب، بيكنج باودر مستردة، وبيض ولبن. طيب نبتدي بقى نعمل ايه؟ هناخد الاول الزبده، هنحط شويه زبده هنا كده، كده 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 كده، تمام كده، تمام كده، اوكي، خلاص زبده، خلاص ما عايزينش زبده تاني. ابتدي بقى احط ايه؟ ورق السبانخ بتاعي، هعمله كده. ناخد بقى الجبنة هكذا، ومعها الجبنة دي كمان، ونخلط. اوكي، اجي هنا بقى ونعمل الاتش، اوكي، هنحط الدقيق الدقيق، ملح، شوية فلفل، جوز الطيب، بيكنج باودر، رشة شطة، والبيض. خليني أعمل كده الأول عشان أتأكد من البيض الأول، أوكي.
يبقى الاربع بيضات اهم، ونبتدي ايه نخلط الكلام ده مع بعض. اللبن بقى اوكي، خلاص دي وده، نعمل كده ونطلع فاصل. يلا تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل بيت شغلنا. يلا ابقوا معانا. زي ما حضراتكم شايفينها كده اهو، ونحطها في الفرن. يلا فرننا ما يكونش عالي، يعني متوسط او اقل من المتوسط، يعني ممكن مثلا 145 150، وهقول لكم السبب ايه. اوكي، السبب انه لو النار عاليه هتعلى بسرعه، طبعا بيكنج باودر وحدوته وبيضه ده هتعلى بسرعه وتبتدي تاخد كراست من فوق، انما هتبقى من جوه لسه الباتر اللي انا حطيته ما استواش صح. اوكي، فلما تطلع من الفرن مفيش اربع خمس دقايق تهبط من الحته اللي في النص، طبعا لان هي اقل يعني اكتر حته ما استوتش. اوكي، نفتح بقى نشوف الحدوته عامله ازاي ونطلعها بقى. خلاص فل اللوله كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد هو ده الكلام، هو ده حبيبي الكلام. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهكذا وهكذا بهذا الشكل، مخبوزة جميلة كده. وأقول لكم إن شاء الله بألف هنا وشفا، أشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معنا.